الريسبشن. هنا أول بداية الريسبشن هنا في ستيلا دي ماري. ده الريسبشن. هنا الأسانسير. ده الأسانسير بينزل على البيتش أو حمامات السباحة. احنا هنا في الدور السابع. عايزة اوريكم البانوراما من هنا. الدور السابع اللي فيه الريسبشن. ده الريسبشن. عايزه اقول لكم حاجه محترمه جدا وحاجه روعه جدا جدا. يعتبر فندق ستيلا من أفخم الفنادق اللي موجودة في شرم الشيخ. هنا ده المطعم تحت. هنا في فطار وغدا وعشاء ومشروبات وسناكس طول النهار. والسناكس بيبقى من الصبح لحد الساعة 5 اللي هو اللي تحت على البيتش. والمشروبات طول النهار. زي ما احنا شايفين الغرف كلها سي فيو. الغرف والفندق كله بانوراما سي فيو. مفيش غرفة مش شايفة البحر. الغرف كلها سي فيو في الفندق. حتى المكان اللي فيه الفيلا تحت برضو سي فيو.